السهر نعشق ونحب عشقتي وحبي فيني وهي رماني هي رماني رماني. مساء النور، مساء الفل والياسمين، واش راكم واش حوالكم؟ اليوم جيتكم بوصفة سهلة مهلة اللي هي مقروض اللوز. اللي هنا عندي لا بودغ داموند، قيس 500 غرام دو بودغ داموند، يعني نص كيلو، يعني ديري 3 كيسان كيما هذا بودغ داموند، كاس سكر. اللي هنا مدايره 6 كيسان، دونك جوري بوزوان دو 2 فير دو سوكر، وحده فاني، 2 جون دوف، عندي برسك 3 كويير دو زيست دو سيترون اللي هو مبشور ليمون، ان اوف اونتيي، ما زهر وشويه ملح ومغرف زبده. فوالا لازم تكون طومبيراتور امبيونت. وجدوا هادو دوك نبداو كيف كيف. ان توكا سي سا لامبورطون، يا ملاحظه، كل ما ديري زوج صفار البيض عندك حق ديري بيضه كامله. بسم الله، اول حاجه نحتاجوها راح نبدا فيها اللوح السكر اللي هو قلت لكم 3 كيلات لوز بكيلة سكر. لهنا مدايرة جي دوبلي لا دوز، دونك عندي 6 كيلات بزوج كيلات سكر، افهموا مليح. واللي ما عرفتش تعاود لا فيديو وتشوف. لهنا هاني خلطت السكر النواشف، نزيد لا فاني يعني عندك بس ما تنساوش باللي فيه البيض، نزيد رشه ملح جوست بور لو غو، ماشي بزاف. فوالا نخلطهم مليح هكذا، ومن بعد نلوح يدي. نزيد زيست دو سيترون، ضروري ضروري زيست دو سيترون، والريحه راهي بدات تطلع ما نقولكمش. نزيد قيس زوج مغارف تاع ماكله ما زهر، فوالا، ونزيد قيس مغرف زبدة لازمة باسكو هي اللي نلمو بها. انا دوك نقطعها هكذا، ما تذوبيهاش ديريها هك. ونزيد دو جون دوف، فوالا، ونبدا نخلط بيدي. بسم الله غير نخلط باش كل شيء يتجانس مع بعضه. فوالا خلطي مليح ومحري بين صباعك ويشهي. هذا يعني من تقاليد تاعنا ملي كنا صغار نديروه، يديروها اوفا نو مامون نو غرانمير، لازم دائما الواحد يبقى محافظ على التقاليد تاعو. لهنا شوفوا بعد ما خلطتو لازم تحاولوا باش السكر ينسجم يبدا يذوب مع اللوز لا بودغ داموند. لهنا نزيد بيضه ونعجن ونشوف اسكو تحول لي على شكل عجينه ولا ها، باسكو الا ما تحولش خصني نزيد بيضه، مي نورمالمون جو بونس تكفيني. دونك نخلطها هكذا باش يذوب السكر، ضروري هذاك السكر يذوب سينو راح يتحرق لي. وهاد العمليه ضروري ديريها بيدك، ماشي بيترا ولا هذه تاع اليد كيما تبسي المقروض بس منو الدقيق، سي باغي، ماشي تاع باتر وماشي تاع بيترا. شوف فوالا، نعجن ونلم، هاي بدات تشكل لي العجينه. لهنا ها هو كي البنات كيفاه جا، شوفوا ما يجيناش بزاف، ما يجي يابس بزاف. ها درك نخليه يرتاح، هو نورمالمون مقرض اللوز يخليوه يبات هكا، يديروه في سيلو في سيلوفان ولا في في هذاك لو فيلم، ويخليوه يبات 24 ساعه، ومن بعد الغدوه من ذاك يخدموه، ولا لقاوه نشف يزيدوا له بيضه. انا اللي هناكم مزروبه باش نعتلكم، راح نخليه مينيموم ساعتين يرتاح، لو طون لي يرتاح نبداو نديرو الفاسوناج تاعو. فوالا جو دي ا توت الوغ، دونك نخليه 2 اور دو بوز ومن بعد نخدموه كيف كيف. ا توت الوغ البنات، خليت المقروط تاعي يريح لاباط. لهنا جبت باش ندير الشربات قيس كاس سكر، كاس سكر نحطو في كاسرونه تاع ما كاسرونه بلوتو، ونزيد له كاس ما، بسم الله، نخليه
يغلي قيس 10 دقائق. اللي بغات تزيد له ان طرونش دو سيترون تزيد له، اللي ما بغاتش ما تزيد لهش. انا ما حبيتش نزيد باسكو يا ديجا اسي دو زيس دو سيترون فيها. خليها تغلي غير 10 دقائق ونحيها. فوالا، ومن بعد نكملوا لا سويت. هو كي البنات بعد ما غلى 10 دقائق نزيد له شويه ما زهر ونطفي عليه، ما نخليهش يغلي، نزيد له شويه ما زهر ونخليه يبرد. فوالا، جامي ديروا ما زهر وهو يغلي باسكو راح يعطي مراره. دونك طفي عليه وخليه سخون وديري له ما زهر. هذه هي الشربات اللي نغمسوا فيها من قروط اللوز. فوالا البنات، هاو بعد ما ايسي روبوزي 2 ساعات دو طون، جدرت لهنا لا فارين في البلان طرافاي. واللي ما عندهاش لا فارين تقدر دير النشا، ونبدا ندير ان بودا هكذا. لازم يجي قد بعضاه، وحاولي ديريه بومبي يعني ما تقطاصديش بزاف، ديريه سباكيتي. فوالا، حلو من الجهات كاملين قد قد. درت الفارينه باش ما يلصق ليش برك، قلت لكم اللي ما عندهاش الفارينه دير النشا. فوالا، واللي عندها طابط تاع المقروط تقدر تشكل تحكم غير لي ميزور باش يجيو كامل كيف كيف. والفرن تاعي درتو على 150 دوغري من تحت ومن فوق، ودروك كي كما قلت لكم البنات 150 دوغري، من بعد نقص فيه باش يجي كيطيب، ما يجيش ثقيل، يجي مهوي من داخل. دركا بسم الله انا ندير عيني هي ميزاني، ديري هكا دي لوزونج. فوالا، نحاول نشكل قبل ما نقطع سي ميو، ومن بعد نقطعو. قيس زوج صباع برك يجي تحفون. هذه نوع. فوالا، وحاولي ديري بسكين حاد. فوالا، ومن بعد نفاصونيه بيدي، لازم يجي بومبي. تبعوني درك نعطيكم كيفاش بالحبه. هاي الاولى فاصونيتها، شوفوا كيفاش جات، جا عريض وبومبي. درك نحطها في البلاطو اللي حطيت له بابي كويسون. شوفوا الثانيه كيفاش ديروا لها، ديروا لها كليجيرمون باش تجي بومبي. ومن بعد تشدي هذه وتعدلي هاك، هذا ما كان لا فوقها ولا تحتها. ها شوفوا كيفاش جا، شفتوا العرض، ويجي لهنا بومبي ما يجيش كاري. فوالا، نكملهم هكذا كامل بنفس الطريقه. نزيد معاكم وحده، شوفوا بسم الله. ها كومين بال، ومن بعد تعدلي لها لي كوتي. فوالا شتو، وتنحي هذوك هاني نكمل فيهم بشويه. وبقات لي هذه، ومن بعد نقول لكم الكميه شحال دار لي. هاد لا كونتيتي تاع 500 غرام دو بودغ داموند. بصح البنات ضروري ضروري في الطياب، هو ضروري باش ينجح لكم تخليوه يبات، انا ماشي وكاد مزروبه. ثاني حاجه ننصحكم بها، طيبوا على نار هاديه، ما تقويوش النار تحطوه 10 دقائق باسكو يجي يابس. مي كي تنقصي النار وتخليه ياخد 45 دقيقه ل 50 دقيقه في الطياب، يجي مهوي لداخل، يطيب ويجي بنين. فوالا، هاو ليكم كيفاش حطيتو في البلاطو. درك نكملو ونرجع لكم، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. فوالا البنات، هاني في الثانية نفس الشيء. فوالا، يعني جاتني تقريبا 21 حبة هكذاك، وتقدروا تحتفظوا به حتى 20 جوغ ماكسيموم، باسكو نو غرومير بكري يديروه الافونس قبل العياد وقبل العرس ويحتفظوا به، ما يديروهش لافاي وغدوا يقدموه، سي غاغ.
هما دائما يسبقوا الاحداث، يحبوا يديروا كل شيء قبل رمضان، يوجدوا له شهر من ذاك بزاف حوايج. فوالا شوفوا ندير نفس الطريقه كما راكم تشوفوا. ها كما راكم تشوفوا على طرف صباعي ندير لها هكذا ونفاصونيها سوغ لي دو كوتي. انا يعني والفت راني نعت لكم، نحاول نعت اللي جامي داروه البنات باش يعرفوا لي زيتاب. شوفوا كيفاش شفتو هاوليك، ونكمل هكا حتى نكمل لاباط تاعي كامل. واللي بغات دير 10 حبات تنقص، جرب غير 200 غرام ولا 300 غرام، دير 300 غرام بودر داموند، دير 100 غرام سكر كريستاليزي وتنقص لي ميزور لي زانغريديون وتجرب. اذا صلح لها الخطره الجايه دير اون غروند كونتيتي سورتو بور لي كوبل ولا لي جون لي وحدهم كيما انا ولادي بالسيف باش ياكلوا لي هاد الحوايج، باغ كونط خرج لي يحبهم. فوالا البنات هاو دار لي قيس واحد 21 حبه، وهذه الصغيره هذه توغي كيكي جات وحدها، قلت لها والله غير تقعدي. مي بون هاني درتو 150 دوغري، قيدتو على 50 مينيت ونبقى نعس فيه باش يطيب في عقلو ومن بعد نتلاقاو. ها توتالوغ فوالا مي شيغي، ها هو كي خدا لي واحد 40 مينيت في الطياب. شوفو كيفاش وخفيف ريشه، يتبلكم الحبه ثقيله مي والله خفيف. شوف طاب لي مليح، يعني تشوفوا في لا فيديو هكا يبان لكم احمر، مي هو راهو كي صفر جوست هذا الجوي سي فري ام تي بو روج مي سي با غراف باسكو من بعد راح نلبسوه بالسكر كلاصي. خفيف خفيف وتهوى على بالكم تنفخ، وشوفوا قعد شايد روحو. دونك نخليه يولي تمبيراتور امبيونت، جبت الشربات تاعي اللي درتها قبيل والسكر كلاصي، لازم لنا اون بون كونتيتي باسكو راح نغمو في السكر كلاصي ومن بعد نعدلوه بعدا نوري لكم. ا توتالوغ كي البنات بعد ما برد وشد روحو درك نديرو بسم الله لوح واحد زوج أربعة خمس حبات هكذا بالعقل، نشربهم بالشربات خليهم يشربو مليح كما راكم تشوفو. نقدر ندير الماكسيموم ما تخافوش عليها، ويشد روحو ما يتفتت ما والو. ها والريحه تشهي، خليهم هكذا شويه بين ما يتشربوا نبدا نحي الاولين. ها هو كي ندير لهم كسكاس هكذا ونحطهم لهنا يفطروا. فوالا نحي بالزوج خليها واحد 5 سكوند البنات، هاو الثانيين توجور نخليهم واحد لهنا واحد 5 دقائق يقطروا مليح من الشربات، وبعدا نحطهم في السكر كلاصي. قد ما تخليهم يقطروا ما تخافيش. نكمل هادو الاخرين الخمسه الاخرين وهاد الميني ميني. فوالا شوفوا كيفاش، ومن بعد تقدري تنحيهم من الكسكاس تحطيهم على طرشونه ثاني يشربوا باش ما دير لكمش هذيك القشره من تحت. سينو لا شتيهم قطروا مليح في الكسكاس ديريهم ديريكت في السكر كلاصي. ها ما كي البنات اللي قطروا الاولين، جبت السكر كلاصي اون بون كونتيتي هكذا ونغمهم خليهم واحد 3-5 دقائق يشربوا يتلبسوا مليح بالسكر كلاصي. ها ندير بالحبه ما ديريهمش كامل في ضربه، ديري بشوي بالحبه باش يشد مليح السكر. فوالا كما راكي تشوفي سيدتي الفاضله والبنه، واش نقول لكم لوز في لوز البنه غير ما نهضروش عليها، تاع اللوز ولا خا تاع الموبايل فت بالبيستاش نهضر غير عليه والسيترون. فوالا وديروا حبات هكذا، تحطي 6 حبات في صحن يعمروا العين، ما ديروهمش صغار كي الكاوكاو، يا تشقاي على حاجه مليحه ضربه وحده يا ما ديريش.
فوالا خليهم شويه هكذا. فوالا البنات هاوليكم شوفوا، وحاولوا تنفضوهم هكا ليجيرمون وتمسحي هكذا غير بصباعك هكذا باش يجي طري وما يجيش رافد بزاف. ومن بعد نزيدوا له اون اوتر كوش تاع السكر كلاصي. فوالا هذه لا بروميير. ولا عندك لي غونت لبسيهم وتعقبي خير وخير. شوفوا من تحت ما دارش هذيك لا كوش اليابسه، نحط لهنا في الصحن ونكمل تنفضيه غير بالعقل. هاوليكم يعني حلوه تقليديه، شكون اللي ما دارهاش شكون اللي ما يعرف. هاي بقات لي الاخره هذه، شوفوا نحاول نديرها الماكسيموم تاع السكر كلاسي ونمسح الجوانب هكذا. شوفوا كيفاش جات بومبي، وداك اللي حبات شبعي يعني تالمون سي كوبيو، حبه تعمر العين وتشبع. ومن بعد على الاخر نزيد نضرب لها هكا جتاميز ان تي بو دو سكر غلاسي ليسونسييل لو بلوز امبورطون هذا. من بعد جتاميز ونحطها في صحن التقديم. ها ونزيد اون اوتر حداكم يا يا يدوب في الفم يا البنات، طري طري راني نمس فيه ما نقولكمش. نحاول نغمهم هكذا كيما شفتوا الطريقه ديروا ها هو كي درك نكملهم هكذا كيما درت الاولين. نغمهم هكا في السكر كلاسي، والسكر كلاسي هذا من بعد راكم تحتاجوها ما تروحوش ترميوه، صفيوه وخبيوه في ان بوكال ولا ترميوهش باسكو فو زوري توجور بوزوان اون سي جامي كش ما ديروا حاجه غاطو ولا. فوالا دوك نكملهم هكذا كامل ونعطيهم لكم في صحن التقديم. ها ا توت الوغ. فوالا البنات هاو بعد ما خلصتو زدت عليه رشه خفيفه تاع سكر كلاصي وستفتوه. هاو كيفاش تعرفي تمسيه ذوب يا اختي. شهيتكم في الجنه ان شاء الله، جربوه والله ما تندموا. وان توكا هذا ما نقدرش نقول لكم عوضوا اللوز بالكاوكاو ولا الجوز ولا بيستاش، هذا انا عمري ما بدلت المقادير تاعو، نديرو باللوز والبيض والسكر كيما شفتوا. فوالا ان شاء الله يعجبكم. دوك نحل لكم وحده وتشوفوها معايا. كي البنات دوك نحل لكم وحده، فضلت نحلها لكم بالموس بصح. شوفوا ها الزبده، شوفوا كيفاش معسلج، شوفوا كيفاه جا. دائما نحاول نعتلكم النتيجه عن قرب لهنا ماشي عن قرب بالمجهر. شوفوا كيفاش جا خفيف، ما جاش ثقيل، مهوي من داخل يعني روعه روعه. ديجا دخل راجلي كلا حبه قال لي حط لي صحن، انا هذا راح نذوقو معاكم. ها بسم الله. يدوب في الفم، قسم بالله غير يدوب في الفم، روعة روعة روعة، قمة في الروعة. ولهنا خواتاتي نكونو وصلنا لنهاية الفيديو، ماذا بكم تخليو لي تعليق وتبارتاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش نخلي لكم بلوتو الرابط تاع انستغرام تحت لا فيديو، وتابوني في الانستغرام. واللي عندها شي وصفه بغات نديرها لها ويهمني بزاف تعاليق تاعكم. وإلى الملتقى إن شاء الله، واعذروني على هذا الغياب في اليوتيوب، راني رجعت إن شاء الله ونرجع بقوة ونحط لكم لي روسات اللي بغيتوهم حلو ومالح مع سيدنا شهر رمضان قرب إن شاء الله. نصوموه بالصحة ولهنا إن شاء الله، ونقول لكم لا فيديو بروشين إذا كتب ربي. تخي بيانتو وإلى الملتقى إن شاء الله، مع السلامة، تخي بيانتو.
رماني رماني يا